وفي كلمته خلال الاحتفاليه اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ليله القدر المباركه تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمه والعبر الساميه. واشار الرئيس السيسي الى ان هذه المعاني الكريمه لليله القدر هي اشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات. ان ليله القدر المباركه بكل ما تحمله من معان دينيه وروحانيه كبيره. تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمه فعطاء الله الجذيل اقترن اقترانا وثيقا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين في الفوز برضا الله فلا يرجى الخير والمغفره من الله عز وجل دون عمل وكفاح ولعل هذه المعاني هي اشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات يسعى ابناء مصر المخلصون كل في مجاله الى التغلب عليها مقدمين في سبيل امن مصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها اثمانا باهظه من ارواحهم وطاقاتهم.